الكي ستيفنس ميكانيكال سيستم بقى. ولو تفتكر حضرتك لما خدنا السنه اللي فاتت في الميكانيكال سيستم قلنا ان احنا عندنا تو تايبس في الميكانيكال سيستم، لينير وروتيشنال. اه ولا لا؟ اللينير حضراتكم اللي هو الام والسي والكي، والروتيشنال الجي والبي والكي. لا مش فاهم. الروتيشنال سيستم حضرتك يعني مثلا زي الجير بوكس بتاعك. هو الجير بوكس لما تيجي تعبر عنه تعبر عنه ام ولا جي؟ ماس مومنت اوف انرشيا. يس. يبقى هنا بعد اذن حضراتكم المعادله دي بتقول ان ده ميكانيكال سيستم. جي ماس مومنت اوف انرشيا والبي جامبنج ده حضرتك اللي بيحصل اللي هي كانت في اللينير موشن السي. والجامبنج هنا حضرتك بيحصل ريليتد لحاجات كثيره قوي. مثلا بالنسبه للجير بوكس ريليتد لحاجتين، او الدامبنج اللي هو التخفيف في السرعه او التقليل في السرعه او الليكج في السرعه بيحصل نتيجه الزيت اللي الجير بوكس مليان بيه، بلس الفراكشن اللي بيحصل ما بين التو جيرز اللي بيحصل ميشنج مع بعض. طيب يبقى احنا عرفنا كي ستيفنس، جي ماس مومنت اوف انرشيا، والبي دامبنج. والاس طبعا خلاص عارفين ان احنا شغالين في الاس دومين. يبقى بعد اذن حضرتك السيستم بتاعي ده سكند كنترول سيستم. سكند اوردر يعني. تمام قوي. انا عايزه ايه؟ عايزه السي تي. ما خلاص ما احنا عارفينها من المره اللي فاتت. ازاي يا هندسه؟ ما هي السي تي عباره عن ترانسليت فانكشن، عباره عن الريليشن ما بين الاوتبوت والانبوت. فانت لو عايزه الاوتبوت لوحده تيجي تضربي الترانسليت فانكشن بتاعتك في الانبوت الدنيا تبقى زي الفل وتخلص، وبعد كده تبقى لنا انفرس الراس كده طرفين. طيب باشمهندس قال احنا مشينا كده 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 لحد هنا وقفنا. ايه بقى اللي انت عملتيه ده؟ لحد المعادله دي. وبعدين هنا في حاجه، ده انت هنا شلتي الانبوت وحطيتي مكانها واحد على اس. لا ومعانا في اللخبطه كمان نسيتي تكتبيها هنا، وكمان عشان تطلعي رحنا اكتر واكتر هنا اس فجاه رجعت المعادله اصلا. اتلخبطنا صح؟ اكيد يعني اكيد. مفيش حاجه اكيد في الدنيا غير الموت والحياه بس، وجود ربنا طبعا. دي نسيت اكتبها سهوا زي كده الايجن فاليو والايجن فاليوز. ايه لو انت بتنسي زينا بتتلخبطي؟ اه طبعا. عشان كده كل شويه بقول لحضراتكم انا بعمل حاجات غلط على البورد لو سمحت صلحها لي. مش عشان انا اساسا بشوف انت اتنشن معايا ولا لا، لاني انا فعلا بنسى. ماشي؟ طيب يبقى هنا حضرتك نسيت احط واحد على الاسم. طب رجعتها لنا هنا ليه؟ ولا حاجه، عشان انا اطلع على حضرتك ستاندر فورمولا للترانسفير فانكشن ان كيس اوف سكند اوردر كنترول سيستم. طيب خلاص عفونا عنك، بس استني ازاي عملت هنا الشقرباص ده ونقلت لنا دي وحطيتيها هنا؟ قلت لحضرتك سهل قوي، انت لما وصلت لحد المرحله دي انا عايز اخلص من الجي. ليه يا باشمهندس؟ عشان المره اللي فاتت لو تفتكر حضرتك كنت بقول لك اهم حاجه ان الاس بتاع الهاي اوردر او الاوردر بتاع الكنترول سيستم الايكويشن بتاعتي تكون فاضيه. فاكرين الكلام ده يا باشمهندسين لما قلنا المره اللي فاتت؟ ليه يا هندسه؟ علشان حضرتك اذا كنت بتجيب انفرس لباس تعرف تتحرك فيها بسهوله. طب انا المشكله عندي عايز اخلص من الجي لما تروح في الاس سكوير. رحت قسمت عليها فوق وتحت. راحت المعادله بتاعتي حضرتك اتحولت للمنظر ده كده. بقى فوق كي اوفر جي وتحت حضرتك الجي اختفت لان الاس سكوير مفيش قدامها حاجه. والدامبنج حضرتك بقى مقسوم على الماس مومنت اوف انرشيا، والستيفنس حضرتك نفس الحكايه. طب برضه الرموز كده وشكلها مش ظريف خالص. قال لك طب استنى بس احنا عندنا علاقات رياضيه بتسهل المواضيع دي. بقى يا سيدي الستيفنس اوفر الماس مومنت اوف انرشيا هتساوي اوميجا ان سكوير، حيث اوميجا ان حضراتكم عارفينها ناتشرال فريكونسي، او احنا بنسميها الفريكونسي لما يكون ما عنديش دامبنج. وطبعا حضراتكم عارفين التردد الطبيعي لاي جسم عباره عن ايه؟ هو اساسا الاهتزازات او الاوسيليشن اللي بتحصل في الجسم ده لحد ما يوصل لحد الستيت ستيت. ماشي كده اهلا بخير؟ حد يرد عليا. طيب عايزين نخلص من الترم ده. قال لك يا سيدي البي دامبنج اوفر الجي هتساوي 2 زيتا اوميجا ان. زيتا مرت على حضراتكم كتير قبل كده زي ما الاوميجا ان مرت على حضراتكم قبل كده. الزيتا اللي هي الريليشن ما بين السي اوفر سي سي، السي اللي هي الدامبنج والسي سي اللي هي حضرتك كريتيكال دامبنج. ايه اللخبطه دي؟ هو انت مره تكتبيها بالبي ومره تكتبيها بالسي؟ مش كده انت بتلخبطينا؟ اه ولا لا؟ اه بلخبطكم. لا مش بلخبطكم. انا بقول لحضرتك
اسمها جلوبال فورمولا او جنرال فورمولا. في حاجه اسمها سبيشال كيسز، بمعنى الدراما لحضرتك ان السيستم بتاعي لينير موشن، السبيشال حضرتك ان انت تكون بتتكلم عن جير تريل، تكون بتتكلم عن بولي، تكون بتتكلم عن فلاي ويل امبلر، اي حاجه من الحاجات دي اللي هي روتيشنال موشن. يعني بقول لحضرتك الصوره الجنرال بتاعي الدامبنج ريشيو زيتا هي سي اوفر سي سي، حيث سي دامبنج فاليو، سي سي كريتيكال دامبنج فاليو. يعني انا مثلا لو جيت دلوقتي ورحت شلت السي اللي فوق دي وحطيت مكانها بي، حضرتك اتلخبطت؟ اتلخبطت؟ باشمهندس اه، قال لي اه اتلخبطت. انا بقول لحضرتك كاني الزيتا يا هندسه هي سي اوفر سي سي، حيث سي الدامبنج او القيمه بتاعت الضغط لحضرتك اللي بتبقى مكتوبه على المساعدين بتوع العربيه، بيبقى مكتوب عليها سي وسي سي، مش السي سي اللي هي بتاعت البنزين اللي هو لك مش عارفه 1500 سي سي والكلام ده كله. حضرتك طبعا واخدين بالكم من الفرق. ايوه 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 ايوه. يعني ده حضرتك بيقول لك العربيه بتاعته هو الحق يا عم ده 2000 سي سي، يعني ايه؟ يعني العربيه مش القهوه طبعا. لا 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 لا. طبعا على فكره في واحد مصري اخترع عربيه بتمشي بالميه. وخد عليها مراجعه بسرعه. طيب يا باشمهندسين الزيتا الدامبنج ريشيو او نسبه التخميد، يعني ايه دامبنج ريشيو؟ الفيزيكال مينينج بتاعه، لان احنا حضرتك بنسبه لما بنحفظ نسبه التخميد يعني ايه؟ يعني تاني لما اقول لحضرتك اللي هي لما يكون عندي سيستم بيحصل فيه اوسيليشن اهو كده، دي الزيت يا فندم. يعني هنا حضرتك الزيت بتاعتي الامبليتود بتاعها عالي، تبدا تقل 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 لحد ما يبقى مفيش. زي ما قلنا حضراتكم المثل المره اللي فاتت كلكم ركزين مع الراجل ده بيعمل ايه يا عيني، وانتوا كلكم بصوا معايا اخر بنش. ايوه انت لا اللي قدامك بعرفه خليك معايا، هو ما عرفش يحل المسألة أصلا، فتح التشغيل بتاعك ما عرفش يحل المسألة، خليك معايا ماشي؟ طيب يبقى بعد إذن حضراتكم الدامبنج ريشيو هي نسبة التخميد اللي بتحصل في أي اوسيليشن سيستم. ودايما حضرتك تفتكر لما تيجي تعمل ستارت أب وترفع السكينة بتاعت الكهرباء بتاعت الموتور بتاع مكنة المخرطة اللي تحت، والرجل اللي بتحصل في الأول وبعد كده الرجل دي بتختفي، هي دي بالظبط تمام؟ طيب انا لما شلت هنا حضرتك السي وحطيت مكانها البي عشان اقول لك ان احنا هنا شغالين الناتشورال فريكونسي يعني روتيتنج ميكانيكال سيستم، مش قصدي اللخبطه ولا حاجه. بقول لحضرتك السي في لينير موشن هي البي في روتيشنال موشن. طب ما تشيل دي كمان وتحط مكانها، بدل ما تحط مكانها سي سي حط مكانها بي سي، امال ما هتفرق. طب انت ليه كاتباها هنا كده علشان مكتوب على الضمبر اللي موجود في المساعدين العربيه مكتوبه سي وسي سي. ماشي اهل الخير؟ طب اللي احنا عملناه حضراتكم شلنا الفاليوز دي كلها وعوضنا بيها في المعادله دي، طلعت لي الستاندرد فورمولا بتاعت السكند اوردر كنترول سيستم. اوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان اوميجا ان سكوير. بعد اذن حضرتك احنا بنستخدم الحكايه دي عشان نشوف، وانتم شايفين يا جماعه من البتاعه دي الترانسفير فانكشن بتاعتي في حاله السكند اوردر كنترول سيستم هتبقى اوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير. واحنا دايما بنقول بعد اذن حضرتك لما تيجي تشتغل المساله وتتاكد ان انت شغال صح ولا غلط، لازم يطلع هنا
القيمة دي هي بالظبط نفس القيمة دي. طيب لما باجي اقول لحضرتك يا باشمهندس تعرف دلوقتي تجيب لي السي تي في حالة الانبوت بتاعتي يونت ستيب؟ رد عليا تقول لي اه خلاص سهل سهل بس يعني انت اساسا دلوقتي وانت بتقولي الترانسفير فانكشن بتاعتك اللي هي سي اس على ار اس مش انت عايزه السي اس لوحدها؟ طب ما تضرب لنا الحاجات الكتيره دي كلها في الار اس. طب ما تشيل لنا الار اس دي كده اهو وتحط مكانها اذا كنت بتقولي الايمج بتاعك يونت ستيب حطها لنا كده. بس خلي بالك من حاجه ان احنا لسه لحد دلوقتي في الكوين دومين. سوري في الاس دومين. انا عايزه احولها للتايم دومين. يعني عايزه اجيب انترس لابلاس لدي. تعرف حضرتك تجيب انترس لابلاس بتاع كبيرة دي كلها؟ هندخل في الماثماتيك في حاجات كتير احنا بنغنى عنها، هقول لحضرتك الخلاصه بتاع الموضوع. يبقى لحد دلوقتي حد ما فاهم مني حاجه؟ طب احنا عايزين السي تي ليه يا باشمهندسين؟ عشان اعرف الاستابيليتي بتاعت السيستم. طب وهي ايه الاستابيليتي بتاعت السيستم؟ وايه علاقتها بالاوتبوت؟ وايه اللي داخل الاي تي تي؟ وايه هي الاي تي؟ حد يقول لي بسرعه بسرعه بسرعه. لا 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 حد مش حدود باشمهندس. لا اللي ورا وراك احمد الداير اللي وراك. ايوه هو الراجل ده. اه اس سي تي والاي تي. لا لا انا بقول حضرتك فيزيكال مينينج يعني اشرحها لك. Thank you.
اتعبت ان الواحد يطلب من الطلبه تسليم، مش عارف اعاقبهم عشان هم قدموا له رشوه. هي ايه هي في البق خالص. طيب السيتي بعد اذن حضراتكم هو التشنج اللي بيحصل في الاوتبوت نتيجه التشنج اللي بيحصل في الانبوت في سيركل انترنال كويل، وده قلنا عليه التايم ريسبونس. التغير اللي بيحصل في الخد بتاع الكنترول سيستم بتاعي نتيجه حدوث تغير في الانبوت بتاعي في فتره زمنيه محدده بناخدها من زيرو لانفينيتي. ونيجي حضراتكم نرسم كده جراف الرقم ما بين السي تي والتي وبنرسمها نعمل كده. ونفس الحكايه حضراتكم الاي تي، الاي تي حضراتكم هي نسبه الايرور اللي بتحصل ما بين اللي موجود واللي مطلوب في فتره زمنيه محدده. نعمل تيبل، والتيبل ده بعد اذن حضراتكم عباره عن تي واي تي وبنرسمه. وخدنا المره اللي فاتت اكزامبلز على جرافس او تشارت بتعبر عن ستيبل سيستم، كريتيكال سيستم، ان ستيبل سيستم. اه ولا لا؟ طيب يبقى احنا هنا انا وصلت لحد المرحله دي بعد اذن حضرتك. انا هكتب وحضراتكم تكتب ورايا من غير صوت خالص، تمام؟ من غير صوت يا باشمهندس هتتكلم، من غير صوت يا باشمهندس هتتكلم. هكتب وحضرتك تكتب ورايا. وانت بتكتب كده فقط اللي انت بتكتبه. لو ما عرفتش حاجه اقول اشرحها. وانت مش هتشرحي؟ لا. انت جاي عشان تكتبي؟ لا. انا جاي عشان اشرح. بس حاسه ان هي مش فارقه. فنجيب بالاخر ونكتب عشان انتوا عايزين تحفظوا. نكتب الكلمتين اللي حضراتكم عايزين تدخلوا في النوم في الامتحان. لو ان انتوا مش هتكتبوا في الامتحان اصلا. بص يا باشمهندسين احنا عندنا هنا الفاليو بتاعت الزيتا والقيمه بتاعت الزيتا. عندي ثلاث قيم للزيتا. لا سوري يعني خمسه كيسز للزيتا. لما تكون عندي الزيتا اول حاله للزيتا لما الزيتا تكون اقل من زيرو يبقى في الحاله دي السيستم بتاعي بيكون اون ستيبل. الحاله الثانيه لما يكون الزيتا بتاعتي ايكوال زيرو، يعني انا هنا ما عنديش دامبنج سيستم اصلا، يبقى السيستم بتاعي ان دامبنج. يبقى في الحاله دي السيستم بتاعي كريتيكال. يعني وبنقول ان السيستم الكريتيكال يعني ممكن بنسبه 90% يبقى ستيبل وبنسبه 10% ممكن يكون ستيبل. الكيسه الثالثه بتاعت الزيتا بتاعتي لا دكتوره الكريتيكال دي لما الزيتا بتساوي واحد. نعم كريتيكال لما الزيتا تساوي واحد. لما الكريتيكال الكريتيكال عندي حاجتين هقولها لحضرتك دلوقتي. الكيسه الثالثه بتاعتي ان تكون الزيتا واقعه ما بين زيرو وواحد يبقى السيستم بتاعي دلوقتي هنا دامبنج يبقى السيستم بتاعي ستيبل. الحالة الرابعة إن تكون الزيتا بتاعتي بتساوي واحد يعني السي بتساوي سي سي يبقى في الحالة دي السيستم بتاعي حضراتكم بنقول عليه كريتيكال سيستم. وفي الحالة دي بس في حالة لما يكون بتساوي واحد هنا ممكن أصنف السيستم بتاعي اللي هو يكون ستيبل. لكن لما بتكون حضراتكم بتساوي زيرو لا هنا السيستم بتاعي بيكون أن ستيبل. بس قبل ما يقول الأن ستيبل آخر كيس عندي ان الزيتا بتاعتي تكون اكبر من الواحد، واحنا بنقول في الحاله دي السيستم بتاعنا اوفر دامبنج. يعني المساعدين بتوع حضرتك اساسا يعني القيمه بتاعتهم او الريشيو بتاعت الزيتا عاليه قوي، وده معناه ان هي عمليه الاتنيويشن او التخميق بتتم ببطء شديد. طب هي الحاجات دي هتفرق معايا ايه بعد اذن حضرتك؟
المفروض اول حاجه بعد اذنك انا عندي هنا الترانسفير فانكشن بتاعتي اهي، هيبقى السي اس بتاعتي هتساوي اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير، ده كل حضرتك مضروب في اليونت ستيب از انبوت فانكشن. اول كيس هنا عندي لما تكون الزيتا بتساوي زيرو، راح قال لحضرتك لما تكون الزيتا بتساوي زيرو يبقى السي اس بتاعتك هتكون اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد اوميجا ان سكوير، ده كله مضروب في الواحد على الاس لان شلت الزيتا وحطيت مكانها زيرو. ويبقى حضرتك السي تي دلوقتي هجيب الانفرس للراس شمال والانفرس للراس يمين، هتبقى 1 ماينس كوساين اوميجا ان تي، وتبقى دي الاوت بوت بتاعي. واذا كنت عايزه ارسم الاوت بوت بتاعي هعمل التيبل زي ما عملت في الفيرست اوردر، وهقول ادي التي وادي السي تي وادي زيرو وادي انفينيتي كفايه 2، وهيطلع لحضرتك في الاخر الكوساين سيجنال، وادي التي وادي السي تي، والرينج بتاع حضرتك هنا من 1 لنيجاتيف 1. معرفش اللي شفته قبل كده الكوساين سيجنال ويبس ولا لا. بس الوقت الواحد اليونت اللي قبل الكوساين حضرتك هنا بيستخدم بقى البارشال فراكشن والحاجات كتيرة اللي انا كنت اقولها دي حضرتك بترد عليها علشان في الاخر تطلع لي السي تي بالمنظر ده. وتقول لي هي لما تكون كوساين زيرو كام؟ والكوساين انفينيتي او لما يكون هنا هشيل التي واحط مكانها انفينيتي، يا ترى انفينيتي لما تضرب في قيمه، طب الكوساين بتاعتها تكون بكام؟ عشان في الاخر يطلع لي الويفز بتاعتي بالمنظر ده اللي هي الكوساين ويف. طب بالمره بعد اذن حضرتك لو انا حابه احسب السي الاي تي اللي هي الايرو، انا ده كله بتكلم على اول على الكيسه اللي هي بتاعت الزيتا بتساوي زيرو، انت ليه ما خديش الكيسه بتاعت الزيتا تكون باصغر من زيرو يعني تكون بنيجاتيف؟ وهعملها ليه؟ اذا كان السيستم بتاعي هيكون انستيبل اصلا. طيب يبقى احنا هنا درسنا اول كيسه، تقولوا لي لا لسه ما درسناهاش، ليه يا هندسه؟ انت جبت بس الاوتبوت لسه ما جبتيش الايرو. واحنا كنا عارفين من المره اللي فاتت ان تبع الرسمه اللي انت مسحتيها ان لو انت عندك هنا سامنج بوينت وادي داخل الار اس وهنا مش عارفه حاجات كتيره كده وبعد كده هنا سي اس وراجع بالمنظر ده كده والحته دي كده هو اسمها اي اس، هتبقى ال ادي هنا كده الاي اس عباره عن الار اس ماينس السي اس، اه ولا لا؟ يعني الاي تي هتساوي ار تي ماينس السي تي. يعني هنا حضرتك في حاله اللي هي الزيتا عندي بتساوي زيرو يبقى الايرور بتاع الاي تي هيساوي 1 ماينس السي تي بتاعتي اللي هي دي اللي هي حضرتك 1 ماينس كوساين اوميجا ان تي، بقى ده راح مع ده بقت الاي تي حضرتك هتساوي كوساين اوميجا ان تي. ولو انت عارف ترسم الكوساين ازاي اهلا وسهلا، ولو حضرتك مش عارف اعمل جدول زي ما عملنا في الفيرست اوردر. انا بعتذر كنت فاكره ان انا قفلت. تمام؟ يبقى هنا حضرتك تي اي تي وترسم الريليشن ما بين التي والاي تي ويطلع على حضرتك برضو كوساين ويف. حد فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ بس يا دكتور بعد اذن حضرتك ايوه السي دي الواحد اليونت اللي قبل الكوساين مش هتاثر في شكل الويب بتاع الكاميرا؟
هتعصر. وعشان كده انا بقول الموجه الرسمه دي في حد ذاتها مش ما انا عارف مش زي الكوزان. الكوزان بتبدا منين؟
الكالسيوم فراكشن اللي انت بتستخدمها علشان اقاسم الاقواس بتاعتي وبعد كده اجيب افرز اقواس في كل حاجه من كل ثيرم. صح كده؟ الدنيا هنا بدات تتعبل. ليه عم بس؟ علشان انا لما اضرب الواحد على اس الحاجات الكتيره دي كلها هتبقى اوميجا ان سكوير على اس اوف باور 3 مش عارف زائد ايه زائد ايه وبعد كده لا 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 مش هعرف. انا ممكن عندي حاجه سهله اسهل. ايه هي يا هندسه؟ انا في استخدام القانون، عارفين القانون يا جماعه؟ القانون المميز فاكرينه؟ اللي انا عندي احولها لقوسين يبقى هنا عندي قوسين مضروبين في بعض مضروبين كمان في الاس. يبقى في الحاله دي ممكن استخدم الفرشه فراكشن واحوله لثلاثه ايتمز او ثلاثه تيرمز. اه ولا لا؟ بعد ما احوله لثلاثه تيرمز هجيب الافرز لكل تيرم. انا عملت كده. واحد منهم طلع واحد على اس فالافرز بتاعها بقت واحد ناقص ادي الانفرس بتاع الترم بلس الانفرس بتاع الترم الثالث. هل دي احنا مطالبين بيها؟ لا. نحفظها؟ لا. طب نجيب البروف بتاعها؟ لا. ما بتكتبها لنا ليه؟ عشان حضرتك تبقى فاهم انا بعمل ايه. حد فاهم حاجه؟ تمام. فاهمين دي جت منين؟ طيب. اما هي اساسا مش المفروض ان احنا نجيب البروف بتاعها اثباتها، مش المفروض ان احنا نحفظها. بتحطيها ليه؟ عشان انا بقول لحضرتك هاو تو كام او هاو يعني ازاي تكون جت ان انت تجيب السي تي البرنسبلز بتاعت الشغل ازاي؟ طيب خلاص مصدقيني. طب الاي تي اجيبها ازاي اللي فين؟ الاي تي المهندس عمال يقول هو احنا مش لسه انت مسحتيه واحنا يعني مش فاكرين يعني حتى مش مكسرين نرسم بالرسمه دي كده ونعمل كده ونقول ادي ار اس وادي اي اس وادي سي اس فمكسرين نقول الاي اس عباره عن الار اس ماينس السي اس يعني الاي تي هتساوي الار تي ماينس السي تي والسي تي دي اللي احنا جايبينها اهي والار تي هتساوي واحد. ايه التغيير اللي لازم في المعادله بتاعتي؟ شيل الواحد غير الاشارات ماشي وهتغير اشاره البوست يبقى نيجاتيف سوري نيجاتيف البوست يبقى نيجاتيف. تعرف ترسمها حضرتك؟ تعرفهم يعني تعرف حضرتك تيجي هنا بعد ما تخلص السي تي تعمل تيبل بالمنظر ده كده تقول تي سي تي وتيجي هنا حضرتك بعد ما تجيب الاي تي تعمل لي تيبل بالمنظر ده وتقول لي تي اي تي وبعد كده ترسمها اه ولا لا؟ مش عايز اكتب من كده. ماشي يا فهمتي؟ طيب الحاله الثالثه بتاعتي اللي هي الاهم حاله بقى ان الزيتا بتاعتي تكون بقى ما بين الزيرو اكبر من الزيرو اقل من 1. امسح ايه؟ الكيسه دي احنا خلاص خدناها. سوري ما Thank you.
حد يقول لي دي
يلا هندسة معاك، ايه العفشة دي؟ بس مهندس انت بدأت معانا الكلام حلو فاضي يا عم، كده مش عارف يعني ايه العفش والحوارات دي كلها. بس مهندس انا بدي حضرتك فرصه ان انت تفكر في الفيزيكال مينينج بتاع اندر دامبنج واوفر دامبنج، انا ما نسيتكش بس قال يعني مديك فرصه ان انت تستعين بصديق. ايه هندسه معاك؟ مفيش صديق يا عيني، انت قاعد يمين وشمال فضل الفراغ. ايوه هندسه المقصات دي والله العظيم ما فاهمين حاجه. طب احنا نعرفه والكابولي والحوارات دي كلها. ايوه انا فاهمه، قولي للغلابه دول يا عيني. ايه المقصات دي؟ Thank you.
طيب المسألة بقى بتيجي ازاي؟ ايه ده؟ أمرت ده كله؟ ما كنتش دخلت في المسألة؟ احنا كنا لنا كام مرة على النت ان قالوا فين؟ اتنين؟ بس؟ يوم الخميس؟ عايزة حضراتكم يوم الخميس. حكم سبت
طيب انا عايزه اقول لحضراتكم على حاجه. انا يوم الخميس كده كده باجي الدراسه قوي، ما يرضيش حضراتكم ان انا انزل مخصوص يوم الاحد علشان محدث الابد. ايوه علشان فظيعه السبب. ايه يا مين ما تقتلوه؟ فرقوا هذا تقتلوه عشان هو السبب الديستربنس في الكنترول سيستم بتاعنا. لا مش انت، الراجل اللي قدامك. اه عارفين حضراتكم يعني ايه ديستربنس الكنترول سيستم؟ هو كل حاجه عندك ليها سؤال. اه لما يكون عند حضرتك اساسا هتقولها؟ طيب علشان بعد اذن حضراتكم، انا انسانه يعني انسانه ديمقراطيه جدا وبسمع راي الراي الاخر، فاحنا ان شاء الله هنجتمع يوم الخميس ده بعد بكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح. لو لكم خليها الساعه 9 الصبح. عندنا مصنع. اعتبر نفسك حضرتك اجازه يوم الخميس من المصنع. ما تخليها دكتور حد او اثنين او ثلاثه. مين الناس اللي عندهم مشاريع في مصنع؟ بعدين ما تحضرش المحاضره سهل. خلاص يا اهلا وسهلا. انا باخد رايكم وبحترمه. تمام؟ حصل ما حصلش؟ عايش. يوم الخميس ان شاء الله. يا ايه يا عم؟ اه يا عجبتني. في يوم الخميس. الراجل الشرير ده هو السبب. عشان ما في مصنع. ايه تقول له على باب المضارب. مصنع ايه يا ابو مصنع؟ فين؟ فين اللي هو المصنع؟ في ناس عندها مصانع فعلا. اقول لي نفسك. يا جماعه بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. انا خريجه الكليه دي. حلو الكلام؟ يعني شكرا. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه. الراجل ده اساسا بيقرا هندسه ميكانيكيه وبيقرا الكليه وبيكرمني انا شخصيا، وهو قال بوست كده السنه اللي فاتت بينم عن كل حاجه على الفيسبوك. انت طلبت مني قد ايه؟ طيب ادام انت بتكرمني ماشي ما علينا. طيب باشمهندسين بعد اذن حضراتكم نعمل ايه؟ طيب نخليها لحد او الاثنين. ده مقاطعه، ده خط غلط. بس ما فيش بقول طب نعمل دي. طيب لا انت ممكن اساسا الهديه بتاعت الرشوه تكون من غير اهل. طيب خلاص يا جماعه انا قابلت الرشوه بتاعت الراجل ده وان شاء الله هناخد المحاضره يوم الخميس الساعه 9 الصبح. شكرا لحضرتك. بعد بكره ها؟ بعد بكره ها؟ بالنسبه للناس بتوع المصانع هفتقدكم. لا 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 روح يا مرجو وهتتكتب يومها الغياب هفتقدكم. خلاص انا قلت لكم بس انت مش مصدقيني. انا خريجه في الكليه دي وكنت ساكنه في دوران شغل. Thank you.
رهيب. قول لأحمد طاهر هات الوقت، قول له بلاك مش هات الوقت أحمد طاهر، هات الوقت مرة إيه فوق. Thank you.
تسعة حافي Yes, you know?
بمعنى السيستم بتاعي اول ما بعمل ستارت اب للسيستم بيحصل اللي هي السيجنالز دي او الاوسيليشن ده، وبعد كده بيحصل اتنويشن لحد ما يبقى السيستم بتاعي ستيبل. الرسمه دي اسمها اوفر شوتنج كيرف، يعني اللي هي البدايه العنيفه لاي سيستم بتاعي بتعمل حضرتك ستارت اب. انا اللي يهمني ايه في الليله دي كلها؟ اللي يهمني ان كل اللوسس تايم او الوقت اللي انا بوصله لحاله الاستابيليتي يكون اقل ما يمكن. ماشي؟ اللي هي حضرتك هي تي اس، هي سيتنج تايم دي، اتمنى ان هو يكون اقل وقت ممكن. يعني السيستم بتاعي عمليه التطبيع اللي هتبدا في بدايه الستارت اب تكون بتاخد سكندز قليله علشان السيستم بتاعي ما يلوسش تايم، عشان كمان الكوست، عشان كمان حضرتك التايم لاين بتاع الماشين بتاعتي او كنترول سيستم بتاعي. الرسمه دي بقول لحضرتك ان انا عندي هنا كنترول سيستم او اي سيستم في الدنيا يمكن اقايد الرسمه دي عليه. بتعمل حضرتك الستارت اب، البيك بتاعتي بتوصل لحد ماكسيمم امبليتيود الام بي، ماشي؟ وبعد كده بيحصل لها اتنيويشن 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 لحد ما توصل لولا حاجه. ايه الخط ده اللي هو الداش لاين اللي بالاسم ده اللي انا مسمياه سي اوميجا، او مكتوب جنبيه اس اس في ستيدي ستيت فاليو، بوصل لحاله الثبات. انت لما تروح المصنع بقى وتقعد تتكلم على زميلك اللي معاه كده، تقعدوا تتكلموا في المصنع بقى كده مع بعض، يبقى هنا اس اس في ستيدي ستيت فاليو حاله الثبات بتاعتي هي دي. السي انفينيتي اللي هي الفاينل اوت بوت بتاعي. في بعض الكتب بتكتبها سي اوميجا، وفي بعض الكتب بتكتبها سي فاينل، اللي هي حضرتك الخط ده اللي بوصل عنده ثبات الاوت بوت معايا، تمام؟ اللي هي حاله الاستابيليتي، تمام؟ حاسب التايمز كده عندي عايز احسبهم علشان احاول وانا بعمل اذا كان عندي السيستم بتاعي هو ستيبل بس عايز اعمل موديفيكيشن او عايز اخليه ادابتز، ان انا اخلي الكنترول سيستم بتاعي ان انا عملت له ديزاين وانا واثق ان هو صح احافظ عليه ازاي. عشان احافظ عليه ازاي الاول لازم اشيك على حبه تايمز كده بالسكن اشوفهم هم كويسين قليلين ولا كتير. بقول لحضرتك ان انا اوصل لحد الماكسيمم بيك بتاعتي دي بتاخد تايم اسمه تي بي، التايم اللي بوصل فيه للماكسيمم بيك بتاعتي ام بي. طب ده حضرتك بتحسب ازاي؟ القانون بتاعه اهو. ولاول مره انا اسف بقول لحضرتك القوانين دي لازم تتحفظ. مش انت كنت بتقول ان مفيش حفظ؟ بس ده ما يمنعش برضه ان انت كنت بتحفظ حاجه القوانين كده في التقاطر والتكامل بتاع السنه الاول ده. اعتقد دي حاجه قانونيه زي التقاطر والتكامل. طيب ايه حكايه ال 90% سي فاينل 50% 10%؟ اقول لحضرتك اذا كانت السي فاينل بتاعتي الفاليو بتاعتها ايه؟ فانا علشان اوصل لحد 90% من الفاليو الكبيره دي باخد وقت معين. طب انا علشان اوصل لحد 10% من القيمه بتاعت السي فاينل بتاعتي او الاوتبوت النهائي بتاعي برضه باخد وقت معين. بقول لحضرتك فرق الزمن اللي انا بحتاجه عشان اوصل من 10% من قيمه السي فاينل بتاعتي من 90% من قيمه الفاينل بتاعي دي حضرتك اسمها تي ار، اللي هي الرايس تايم الزمن المقصود. القانون بتاعي حضرتك الفورمولا بتاعته ايه؟ وكل الايتمز اللي احنا بنستخدمها وكل التيرمز اللي احنا بنستخدمها هنا حضرتك عرفتها. طيب اخر حاجه عندي الديلي تايم. ايه هو الديلي تايم يا باشمهندس؟ هو زمن الوصول من 10% من قيمه الفاينل بتاعي لحد نص القيمه بتاعت الفاينل بتاعي. انا مش فاهم اساسا كلمه الفاينل دي يعني ايه؟ بمعنى افرض بقول لحضرتك ان الاستابيليتي بتاعتك بتاع السيستم بتاعك بتحصل لما بتكون السي اوميجا، بتقول لي ايه السي اوميجا دي؟ اقول لحضرتك فاكر لما كنا بنعمل الجدول ده وادي هنا تي وادي سي تي ولا لا؟ وكنا بنقول هنا حضرتك 0 1 2 انفينيتي مثلا ولا لا؟ مش هنا يا هندسه القيمه اللي هتطلع لي ممكن اكتب عليها سي اوف 0 ولا لا؟ هنا حضرتك يا باشمهندس ممكن القيمه اللي
تطلع من الاوت بوت ان انا اشيل كل التيم تايم واحط مكانها واحد، القيمه دي لما تطلع لي ممكن اسميها السي 1 او ولا لا؟ طيب هنا حضرتك نفس الحكايه، لما اشيل في الايكويشن بتاعتي اللي هي بتاعت السي تي بعد ما بضرب الترانسفير فانكشن بتاعتي في الار اس واحول ده كله من الانفرس لقاس من الاس دومين للتايم دومين، مش ممكن ساعتها اشيل السي تي دي واحط مكانها سي او 2؟ بمعنى بقول لحضرتك القيمه اللي بتطلع لي بتعبر عن دي اه ولا لا؟ ايوه نفس الحكايه هنا حضرتك سي فاينل. عرفت السي فاينل يا هندسه جايه منين؟ يبقى 90% من القيمه بتاعت السي فاينل دي لو انا اخد التايم ما بين 10% من قيمه السي فاينل دي من ال 10% لحد ما اوصل لحد 90% حضرتك دي ليها اسم اسمها ريس تايم او رايس تايم زمن الوصول، ومن ال 10% بتاعت الفاينل اوت بوت بتاعي لحد نص قيمه الفاينل بتاعي اسمه ديلي تايم. ومن حضرتك اساسا من الزيرو لحد ما اوصل لحالة بدايه الاستابيليتي ده اسمه السيفنج تايم. حد فاهم حاجه؟ ردوا عليا القوانين دي بعد اذن حضرتك لازم تكونوا حافظينها، بس انا بتيجي ازاي؟ ده السؤال المهم. بعد حضرتك ما تحفظ الرسمه دي وتحفظ القوانين الكتيره دي اقول لحضرتك المساله بتيجي ازاي. عشان حضرتك نسبة الايرور لما تكون 2% يبقى الديزاين بتاع
باشمهندس يوسف انت بتكتب ايه؟ انت بتكتب حاجه للماده تانيه في الماده بتاعتي هو اه. طيب ما بتبص ايه في الورقه؟ طيب نسبه الايرور 5%، نسبه الايرور 5% معنى كده ان السيستم بتاع حضرتك يعني خد بالك السيستم بتاعك مش صح قوي. زي ما اقول لحضرتك لما تكون البرسنتج بتاع الافشنسي بتاعتك 85% او الافشنسي بتاع الديزاين سيستم بتاعك اللي انت عملته او الماشين 65% اقراه اليوم اصح. 85 نفس الحكايه هنا حضرتك. لما نسبه الايرور في الاوت بوت بتاعي نسبه الايرور في الكنترول سيستم بتاعي لما تكون 2% فاحنا عارفين حضرتك الفيزيكا ميني بتاع الايرور فرق ما بين اللي المطلوب واللي اوريدي حاصل. لما يكون 2% اهلا وسهلا، لما يكون 5% ده مش صح. بس بقول لحضرتك الرينج بتاع الايرور بتاعك ما بين 2 و5. اقل من كده يعني كويس، اعلى من كده مش كويس. اهو عشان كده بقول لحضرتك عملت الداش لاين اللي بالازرق ده عشان اقول لك ده الرينج بتاع الايرور بتاعك. الله، يعني زائد او ناقص 2 يعني تقول زياده 2 او نقصان 2. يعني هنا حضرتك كاني بقول 102 من السي انفينيتي وهنا حضرتك 98 من السي انفينيتي. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ طب 5% هتقولي خلاص بقى، يعني هنا مثلا كده كانك بتقولي 105% من السي انفينيتي بتاعتي او الفاينل بتاعتي، وهنا حضرتك 95% 95% من السي فاينل او السي انفينيتي بتاعتي نسبه الايرو في الاوت بوت بتاع حضرتك. ماشي هنا خير؟ حد فاهم حاجه؟ انا خلصت كده النهارده معاكم ان شاء الله المفاتيح الساعه 9 الصبح. اه على فكره انا نسيت اقول لحضراتكم انا عايز المساله دي تمام. حضرتك انت كتبتوها غير وانا اديتها لحضرتك الانبوت بتاعي واحد ومديها لحضرتك الفيتا بتساوي 8 وعايزه الحاجات دي وكمان هترسم لي السي تي والاي تي عشان تحدد لي السيستم ده ستيبل ولا ان ستيبل. ماشي؟ طيب كان في هومورك حضراتكم المره اللي فاتت كنت هتديهولي في حاجه صغيرين بس ادولي الهومورك والباقي ما ادانيش. انا ما باخدش حاجات ليه؟ بمعنى لو حضرتك دلوقتي كنت بتلم كده الهومورك اللي هو بتاع مساله المره اللي فاتت، انا اديتك المره اللي فاتت مساله فيرست اوردر كنترول سيستم وقلت لحضرتك ابلايد بس الانبوت المره دي يونت رامب اعتقد. ماشي؟ ما تحاولش بقى تديني في وسط الورق ده الهوم ورك بتاع المره اللي قبل اللي فاتت. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ ما تاخدش حاجه ليه؟ طيب يبقى بعد اذن حضراتكم دي مساله الهوم ورك يوم الخميس ان شاء الله هنتقابل الساعه 9 ما اعرفش المكان فين. باشمهندس يوم الخميس الساعه 9 المكان تكون فاضي، ما هو اهم حاجه ان احنا نلاقي مكان. طب حضرتك تكونفيرم على المعلومه، بمعنى ما ينفعش ان انا اجيب الناس كلهم يوم الخميس ما الاقيش مكان نقعد فيه. قبل ما نحدد هنيجي الخميس ولا لا شوفني مكان، بس بعد اذن حضرتك ما تخليهمش يقولوا لك كلها ان ما لقيناش مكان. ليه؟ عشان انا